الله زوين والفريق ديالنا فرحنا وحسنا بالوطنيه ديالنا. تبارك الله المغاربه وتبارك الله على السبور غادي كيزيد القدام القدام وكيعطينا امثله لولادنا الاجيال ديالنا. شكرا بزاف. مبروك علينا الفوز، مبروك علينا، مبروك كاع المغاربه كاملين. كما قلت لكم لا داخلني خفة نعطيوهم العصير وعطيناهم العصير. شربوا العصير، شربوا العصير، مبروك علينا كاملين ونتلاقاو في روسيا ان شاء الله. روسيا روسيا روسيا. ماني ما عرفتش المغرب يربح. بيف لو ماروك. احنا جد سعداء بهذا، ماشي غير فوز ديال المغرب، مي هذا فوز ديال الامه بكاملها بالامه العربيه والاسلاميه. هذا كان عرس رياضي، كنا حنا كان عندنا واحد ثقه كبيره في المنتخب ديالنا، الحمد لله ما حشموناش وفرحونا، الله يفرحهم في هذا النهار. وتبارك الله على هذه الجاليه اللي سبحان الله حسينا بحال احنا زعما في المغرب. شكرا شكرا لاسود الاطلس، ونتلاقاو ان شاء الله في روسيا، والله يفرحكم والله الى الامام. وعاش المغرب، وعاش عاش الملك، وعاش المغرب، وعاش المغرب، وعاش المغرب. Salam alaikum, nous sommes réunis ici à Bruxelles pour fêter la victoire du Maroc, sa qualification à la Coupe du Monde en Russie 2018. Ça fait depuis, je pense, près de 19 ans que le Maroc, 20 ans que le Maroc n'a pas été qualifié. Donc c'est vraiment un moment de joie entre amis, Miloud, Youssef, Saïd, Ajlia derrière. Donc on a un homme à l'aide de la Mubara. وديما القدام القدام ان شاء الله ويجيبوا لنا الكاس من روسيا. الله.